عايز اعرف ايه كمان الجوائز اللي بيتم تقديمها للفايز؟ بالظبط، هي طبعا الجوائز الماديه في عناصر العرض المختلفه، وده المهرجان الوحيد بالمناسبه اللي في الثقافه الجماهيريه له جوائز لعناصر العرض المختلفه. يعني في تاليف، في اخراج، في ديكور، في مزيكا، في تمثيل عنصر رجالي وعنصر نسائي. صحيح المبالغ مش كبيره، يعني مجموع بس هو المبالغ دي تقدير لدور تقريبا الناس دي يعني طبعا. تقريبا 22,500 جنيه، لكن هي بتبقى تقدير للشباب ده، اللي هو بصراحة هذا الشباب بيعمل تحت مظلة من الصعوبات ربما الإدارية، وأنا بتكلم وأنا في الثقافة الجماهيرية وعارف يعني هو المجال ليس متاحا له للعمل الجيد. ربما نحن في القاهرة نكون متحمسين بعض الشيء على أساس إطار المركزية، لكن في الأقاليم الأقاليم ربما لا يلقى هؤلاء الشباب الاهتمام الواجب بهم. يعني فلما بيجوا المهرجان بيبقى منفذ فلما ليهم. بيجوا في المهرجان وبيبقى فيه اهتمام اعلامي، اهتمام في جورنان بيطبع يوميا، ندوات يوميه بتناقش عروضهم، عمليه توثيق كامله بتتم فضلا عن الجوائز اللي هتتم بكره ان شاء الله. كل هذه الاشياء فعاليات بتهم الشباب بصراحه وهي اللي بتسعدهم، فلا بد ان احنا نتوسع في هذا الامر من اجل ان يستمر الشباب في تقديم وجهات نظرهم في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع عن طريق المسرح. يعني وده مهم جدا، احنا اغفلنا هذا الدور في خلال السنوات الـ30 الماضية بصراحة، لأنه كنا بنبص على المهرجانات العالمية، يعني نقول مهرجان المسرح التجريب مش عارف ايه. طب الهواة، الشباب، آلاف من الشباب المصريين يريدون بالفعل ممارسة هذا الفعل الذي يحرك ويقدم مواهبهم. الاهتمام بهؤلاء الشباب بالفن يمكن أن يصنع مجتمعا متحضرا، مجتمعا جميلا كما نتمنى ونرغب. طبعا طموحات حضرتك ايه للدورة اللي جاية ان شاء الله؟ الحقيقة وطبعا حضرتك أتمنى بدءا من حتى هذه الدورة إنه العروض المتميزة تتجول في الأقاليم ويرصد لها ميزانيات خاصة، لان في عروض متميزه جدا جدا، وانا حزين ان يتم كل عرض مثلا 5 ليالي عرض بحد اقصى. لا، انا شايف ان بعض العروض ما تستحق انها تعرض شهر، ممكن 10 ايام في كل محافظه تتجول. الشباب ما عندوش مشاكل النجوميه والتصوير التلفزيوني والارتباطات، وبالتالي مكسب كبير جدا احنا نجيب لهم سياره وسياره حتى لنقل الديكورات، وديكورات كلها بسيطه جدا سهل الانتقال بيها. انا نفسي كمان يتم تصوير العروض دي ويتم عرضها في طبعا التلفزيون. يا ريت يا ريت، لان في عروض على يعني اعلى مستوى حي. يعني هو ما اعرفش تم ده بقى يتم التنسيق ما بين مين ومين، بس يعني متهيألي ان هتبقى حاجة كويسة جدا ان احنا نشوف طبعا العروض دي. هو تم السنه دي بشكل تلقائي وغير مقصود. بعض القنوات اللي يعني هو كان في تواجد اعلامي جيد جدا لم اشهده من قبل، ودي مساله برضو غريبه جدا، يعني كاميرات تلفزيونيه يوميا بشكل مكثف جدا. كان في بعض القنوات بتسجل العروض المسرحيه، طبعا احنا بنبقى كويس. مبسوطين جدا على فكره لما طبعا بيسجلوها وياخدوها ببلاش ويعرضوها، لان في النهايه دي خدمه لابد ان يستفيد منها هؤلاء الشباب طبعا وخدمه للجمهور طبعا. يستوعب، يعني الجمهور المشاهد. طموحات حضرتك ايه للدورة اللي جاية ان شاء الله؟ نعم، طموحات حضرتك ايه للدورة اللي جاية؟ اللي في الخطط القادمه، ان شاء الله. في الخطط القادمه لنوادي المسرح هنركز على الورش التدريبيه والدورات الثقافيه، لان هؤلاء الشباب بتنقصهم هذه الاشياء لتجويد ادواتهم المسرحيه، لدفع موهبتهم في الاطار السليم والصحيح. فضلا على ان في مشروع متكامل هندعوكم له باذن الله، وهو مشروع مسرح الشارع. سوف تخرج عروض هؤلاء الشباب الى الميادين، الى الشوارع، وسوف تترك الغرف المغلقه كما كانت. هناك مشروع متكامل اسميناه المسرح في الميدان. سوف نقدم المسرح الذي يتحدث عن الثورة، يتحدث عن فكرة المواطنة، فكرة الديمقراطية، فكرة الأفكار المطروحة الآن بأدوات الفن، سوف نجعلها في حراك سياسي فني في الشارع المصري. وهذه رؤية نتمنى أن يدعمها الإعلام معنا، لأن هذه رؤية المسرح الحقيقية، أن يذهب إلى الناس في مواقعه. احنا ان شاء الله موجودين معاكم زي ما إن احنا شاء موجودين مع الله حضراتكم بإذن دلوقتي، واكيد هيكون ليا تواجد ان شاء الله. وخليني اشكر حضرتك استاذ احمد عبد الرازق ابو العلا، مدير الاداره العامه للمسرح والناقد المسرحي. اشكر حضرتك يا فندم، أهلا وشكرا. وكمان دكتور عمرو دواره، مخرج وعضو لجنه تحكيم والناقد المسرحي. أشكرك شكرا يا جدا. فندم. ننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.